الرخص. افتح لي العربية دي. خلاص يا باشا، أنا فتشت العربية بنفسي. تمام يا فندم. تمام يا فندم، أنا هسيبكم تعدوا عشان خاطر الباشا الصغير. عصير حلو اشرب. راضينا الله يرضيك ويفرحك بيه. حن على ام الايتام. علينا. حاضر. اتفضل يا ست. تسلم وتعيش. استنى. حماتو. خد. مرنا معلم. مفاتيح ايه؟ افتح وشكل شويه سمك حلوين للست دي. ربنا يرضيك زي ما رضيتني. اللي فيها لله. اللي فيها لله ما بتغرقش يابا. عفارم عليك يا معلم. مش هنصلي العصر يابا. هنصلي يا حبيب ابوك. يلا. ما تيجي نصلي العصر. سبقتك انا حجاك. ربنا يتقبل. انا يا معلم رايح اصلح فردة الكاوتش اللي الواد حمدته ما عرفش يعملها في السويس، عشان بس ما تعملهاش معانا في الطريق. طب يلا يا باغي، يلا وقت على كتفك وحصلنا عشان نوصل مصر. حرام عليك، دي شيله تقيله. هو في حاجه تتقل على شداد الونش؟ ده مريض بداية الصحه. انت ازاي افتح حمدته؟ انت مين اللي قال لك تفتح العربيه؟ المعلم هو اللي امرني وانا نفذت كلامه. ادونا ساعه قوي يا معلمين. ساعه رصاص. العربية يا معلم. يا باشا صباح الرضا. يا باشا انا عارف سعادتك بتغوى الصابح، بس يعني معقول يا باشا الغاغه دي كلها عشان شروه سمك؟ بقول لك افتح العربيه يا معلم. ليه كده؟ الله ايه بس؟ افتح يا ابني. ليه كده بس يا باشا؟ ما تفتح يلا يا باشا على ايدك كله. فهمونا ايه اللي بيحصل؟ هو سعادتك بتدور على ايه يا باشا؟ ايه ده يا معلم؟ في مش حاجة ولا تخصني. مخدرات يا معلم باشا. يا باشا مش كده، حرام، انا مظلوم. انت هتيجي معايا يا معلم. حجاك الفلوس اللي في الخزنة تشيلها. خد بالك من المعلم الصغير. حاضر يا اخويا، ما تقلقش. حاضر حاضر حاضر. لا اله الا الله. ما تخافش يا حامي، انا هجيب المحامي وحصله. لا حول ولا قوة الا بالله. يابا يا